دراسات قرود الرباح في المملكة العربية السعودية. البابون المقدس أحد أسماء قرود بابون الهمدرياس، وقد أطلق عليه هذا الاسم لارتباطه بآلهة الفراعنة في مصر القديمة، ويسمى كذلك بالقرود الصحراوية، وقد أطلق هذا الاسم على مجموعات قرود الرباح في الجزيرة العربية لأنها النوع الوحيد من القرود في العالم التي تعيش في مناطق شبه جافة يقل معدل هطول الأمطار في بعضها عن 100 مليمتر في العام. وينتشر هذا النوع كنوع مستقل في جنوب غرب الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية واليمن وعلى امتداد جبال السروات والحجاز، وفي شرق القارة الأفريقية في أثيوبيا وأريتريا والصومال. وقد قدرت إحدى الدراسات التي أجريت في نهاية الثمانينيات أن أعداده في المملكة تتراوح بين 250 إلى 350 ألفا على امتداد توزيعه الجغرافي من جنوب المدينة المنورة إلى الحدود السعودية اليمنية. يعتبر بابون الهمدرياس النوع الوحيد من القرود المنتشرة في الجزيرة العربية، ولذلك قصة سنتطرق لتفاصيلها تتعلق بالبحر وانعزال الجزيرة العربية عن القارة الأفريقية في عصور جيولوجية سحيقة. الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، الجهة المسؤولة عن حماية وإنماء ودراسة الأنواع الفطرية في المملكة، أعدت برنامجاً لدراسة تفاصيل مهمة عن قرود بابون الهمدرياس. ومنذ 1987 للميلاد والهيئة تركز جهودها لاستكمال منظومة لأبحاث متكاملة عن هذا النوع والمشاكل المترتبة على انتشاره على المناطق الزراعية والسكنية والعسكرية وارتباط تلك المشاكل بخلل النظم البيئية. وقد تعاونت مراكز أبحاث فرنسية ويابانية لإنجاز هذا المشروع. يتميز هذا النوع من القرود عن الأنواع الأخرى من البابون بنظامه الاجتماعي الدقيق، فهو يعتمد على نظام الأسر، وفيها ذكر سائد وفي المتوسط بين أنثى إلى 4 إناث مع الصغار. بينما تتحرك مجموعة من الأسر للبحث عن الغذاء طوال اليوم فيما يسمى بالعشيرة، وعدد من العشائر تتحرك مجتمعة عند مغادرة مواقع النوم أو العودة إليها وتسمى العصبة، ويصل حجم العصبة بين 40 إلى 100 قرد. بينما تجتمع في موقع نوم واحد على الجروف الصخرية أكثر من عصبة فيما تسمى الجماعة أو القبيلة، وتصل أعدادها في بعض الأحيان إلى أكثر من 700 قرد. بينما يسود سلوك التفلية لدى البالغين من القرود وتتراوح نسبته بين 6 إلى 13% من النشاط العام، فإن الصراع محدد إلى أدنى مستوياته ومهم أحياناً لتعزيز النظام الاجتماعي والتراتب السيادي. يمتد بين سفوح سلاسل جبال السروات والحجاز وساحل البحر الأحمر شريط ساحلي منبسط يسمى أرض تهامة، ويتراوح عرض هذا الشريط بين 40 إلى 70 كيلومتر.
عندما تعانق تهامة شاطئ البحر، يعطي هذا العشق الأبدي في بعض البواقع غابات الشورة والقندل، والتي تمثل بيئة مهمة للثروة السمكية والطيور المهاجرة وحماية الشواطئ من التجريف. وبينما يشتهر الشريط الساحلي بانبساطه، فإن منطقة فريدة تلتحم فيها الجبال والحرات بالبحر، وهي تلك الممتدة على جزء من شواطئ منطقة عسير، وفيها يصل التوزيع الجغرافي للقرود إلى ساحل البحر الأحمر. تتشكل بيئة الأودية عندما يبحث الماء عن منفذ للبحر، وهي بيئة غنية بالماء والطمي، ولذلك تنتشر بها الزراعات التقليدية. وفي وادي ذهبان على سواحل منطقة عسير، تنتشر على ضفاف الوادي غابات نخيل الدوم، والتي تتخللها زراعات النخيل والحبوب. ومن بين 3400 نوع من النخيل في العالم تتوزع في المناطق الحارة، تنتشر في بيئات المملكة 4 أنواع، منها غابات الدوم هذه ونخيل التمور. وبينما يمد النخيل أعناقه للسماء ليعطي فرصة للرياح لنقل حبوب اللقاح من الأشجار المذكرة للمؤنثة، فإن قرود البابون تتغذى على الدوم تماماً كما تتغذى على الرطب والحبوب. البحث عن القرود وسط غابات نخيل الدوم في وادي ذهبان أشبه بعمليات التحري. يتكون فريق البحث من الدكتور شوتاكي والدكتور يماني وأحمد البوم، وقد شاهدوا آثارها وعليهم تتبعها لمعرفة مواقع النوم ومسارات التحرك، ليتمكنوا من أسر بعضها وسحب عينات الدم منها. لعب الماء دوراً أساسياً في الحد من انتشار مجموعات قرود البابون شرق جبال السروات، كما لعب غياب مواقع النوم الصخرية دوراً آخر في غيابها عن معظم سواحل تهامة. وفيما تشكل الجوانب الصخرية العميقة للوادي مواقعاً لنوم القرود، فإن الماء الجاري في الوسط يشكل العامل الأساسي الثاني لتواجدها في هذه المنطقة الساحلية. وهذا الوادي الذي يمتد من محاي العسير من السفوح الغربية لجبال السروات على بعد 60 كيلومتر، يستقبل ماءه من الأمطار التي تهطل على قمم السروات وتصل إلى 650 مليمتر في العام، ينتهي بوضع رحاله في البحر من الماء العذب والتربة الغنية بالعناصر المغذية. لا 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 هنا اسفل والله اسفل اقول لك اسفل بس ما انا ما تنام الا هنا قرب الحبيه اللي دوان الماء اللي دوان الماء كيف حالك؟ الله يسلمك كيف حالك؟ اليوم ما عينتها ما شفتها؟ والله ما شفتها لان دوب جيت الحين اه دوب جيت ولا حصلت شيء ولا سمعت شيء وامس والعشاء ولا ما العشاء لا شيء ولا سمعتها وامس وامس امس امس ما كثره ما العشاء ما شيء هذا امس متى امس شفته هنا؟ امس ما كثر هنا اي وقت؟ المهم الحين مثل حزتها مثل هالحزتها لا الصباح ما دور المروحه يسترداي لايك ذيس تايم دراسات ما دراسات ذي وير اراوند هير معنا والله يا النساء لا اله الا الله يا قبني العشاء انا غادي حتى من كرسي حتى عندنا يا حبيبي والله انا ما كثر وش؟ نادع بهالق الباثر مجرده انا ما ادرب الهلال يا شيخ ابدا اقول لك ورا مربحه اه هي. مربحه ورا حذر الوادي مو مربحه ولا قزه من الوادي اقول لك رجع وكيريا ما نطلع فوق لا 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 شوفه لا 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 ما هي فوق ها والله لا. ما هي فوق لا لا ما هي فوق لا هي فوق كيف ما نلقاها ها الممسى كيد الممسى شوف شوف
تنام زي ما قلنا لك. تنام هنا. بالحجي بعد. تنام بس تنبها عند في قناة الوادي. ما المنام هذه هم وهذه هم. والله عينها. لك ما تفلس هذه الحين هذا. تتبع الماء المتدفق في الوادي يقودنا إلى السد، وهو سد الركامي منشأ حديثا قبل 3 سنوات من قبل وزارة الزراعة والمياه لدعم الزراعة التقليدية في الوادي والآبار الجوفية. وفي حين تتشكل بحيرة خلف السد، فإنها تعتبر مصدر جذب ليس للقرود فحسب، بل لأنواع الطيور البحرية والبرية والمقيمة والمهاجرة على حد سواء. إضافة لجلب السيول بعضا من أسماك المياه العذبة والتي تنتشر 9 أنواع منها في بيئات المملكة. وتمثل الطيور أبو مطرقة وبلشون الصخور والبلشون الرمادي وأبو ملعقة بعضا من هذا التنوع والثراء الفطري لبيئة الأودية الغربية لجبال السروات وسواحل تهامة، إضافة للعديد من تنوع الأسماك والبرمائيات والزواحف والثدييات والحشرات. تتكون بحيرة خلف السد تغمر الأشجار كما تغمر بعض البيوت المهجورة بأكثر من 2 مليون متر مكعب من مياه الأمطار. بعد التحقق من المعلومات يتم بناء المصيدة على الطريق الذي ستسلكه القرود صباحاً من مواقع النوم إلى مواقع التغذية، أملاً في النجاح بإمساك بعضاً منها لسحب عينات الدم واستكمال الدراسات الوراثية. قبل أن تطفئ الشمس تعبها في ماء البحر وتذوب خيوط أنوارها في أحضانه، يأمل فريق البحث أن تشرق شمس الغد على نجاح منتظر لمهمة البحث. قبل شروق شمس النهار يقوم فريق البحث بإعداد المصيدة وتجهيز الحبل الذي سيحرر البوابة عند دخول البابون إليها. يستخدم الخبز وكذلك اللوز لتفضيل البابون له، ولأنه يستغرق بعض الوقت لتقشيره والحصول على ثماره، مما يتيح فرصة أكبر لاستبقائهم في المصيدة وبالتالي نجاح الصيد.
في الفجر أثناء بزوغ الشمس خلف سلاسل جبال السروات كان فريق البحث جاهزاً للصيد. في الوقت الذي تعمل حرارة الشمس عمل الممسحة للضباب الذي يغسل أوراق النخيل، تتجه العقارب لجحورها بعد ليلة مضنية من البحث عن فرائس. أحد أعضاء الفريق يقوم بجذب القرود باتجاه المصيدة عبر تقديم اللوز لها تدريجياً. صيد المجموعات المستأنسة من القرود أسهل بكثير من صيد هذه القرود البرية التي تحتاج إلى وقت وصبر أطول، فهي كائنات حذرة وشديدة الذكاء، ولكن الحصول على اللوز يحتاج لوقت أطول مما يحقق هدف استبقائها. لقد تم حتى الآن في هذه الدراسة صيد البابون وسحب عينات الدم من 7 مواقع على امتداد مناطق توزيعه الجغرافي، وتبقى منطقة أخرى إضافة لهذه المنطقة الساحلية. وتعتبر هذه اللقطات النادرة للقرود الساحلية هي الأولى، إذ أنه لم يسبق لأعضاء الفريق سحب عينات دم من قرود ساحلية. كما أن سيادة الذكور يعطيها الحق في الحصول على أكبر قدر من الغذاء المقدم، ويجعل أوزانها ضعف أوزان الإناث. تركيز الغذاء في داخل المصيدة يجذب أعداداً أكبر من القرود، مما ينتج عنه زيادة في سلوك الصراع بين الذكور السائدة للحصول على الغذاء، ولذلك يقوم أحد أعضاء الفريق بتوزيع بعض اللوز حول المصيدة لتخفيف حدة هذا الصراع. الإيجابية المهمة لتنافس مجموعات القرود للحصول على الغذاء داخل المصيدة هو جذب عدد أكبر منها للدخول إليها، مما يوفر فرصة أكبر لإنجاح المهمة. بعد تحرير بوابة المصيدة وانغلاقها على مجموعة من القرود، تهاجم المجموعات الأخرى في الخارج المصيدة في محاولة لتحرير الأفراد المأسورة، ولكن فريق البحث يرجع سريعاً لإبعادها ومن ثم تغطية المصيدة لعزلها عن الرؤية، مما يخفض الهيجان بين أفراد القرود داخل وخارج المصيدة. يستخدم مخدر الكيتامين لتخدير القرود بواسطة مسدس الغاز المضغوط قبل سحب الدم منها. يتم وزن الأفراد بوضعها في أكياس خاصة، بينما يتم تسجيل الجنس
وتثبيت العلامات المميزة على الآذان وأخذ الملاحظات العامة قبل سحب عينات الدم، وهي الهدف الرئيسي من الصيد. تسحب ما يوازي 10 سنتيمترات مكعبة من الدم من كل حيوان، وتحفظ في برادات خاصة بعد خلطها بمواد كيماوية تحافظ على خصائص الدم إلى حين نقلها للمعمل وفحصها وراثياً. يحتاج الدكتور شوتاكي إلى 10 عينات من كل موقع ليتمكن من تقديم إحصاء جيد يعزز فرضية الانعزال الجغرافي، ويتم تسجيل البيانات على أنابيب الدم لاستبعاد الأخطاء المحتملة. نقول إن أصل النوع لبابونا الهامدرياس نشأ في الجزيرة العربية، وذلك استناداً على الخصائص المميزة لهذا النوع مظهرياً وسلوكياً وفي نظام تركيبه الاجتماعي، والذي تختلف كثيراً عن مثيلاته من الأنواع الأفريقية، مما يعني فترة عزل طويلة يتوقع أنها بدأت قبل 400,000 سنة عندما عبر سلف مشترك لهذه الأنواع مضيق باب المندب، عندما كان ممكن عبوره للجزيرة العربية ثم تطور للنوع الحالي. وهذا العزل الجغرافي الطويل غير ممكن داخل القارة الأفريقية. قبل 20,000 سنة خلال العصر الجليدي الأخير انتقل ثانية للقارة الأفريقية وانتشر شرقها فيما يعرف حالياً أثيوبيا وإريتريا والصومال. وقد وجدنا من مقارنة تحليل الدم أن هناك موروثتين تتشابهان لدى بابون الهامدرياس والبابون الزيتون الأفريقي. نتوقع أنها من سلف مشترك، بينما غابت لدى مثيله في القارة الأفريقية والذي فقدها أثناء الانتقال. تقع مدينة الطائف على قمة جبل غزوان في أقصى الشمال لسلاسل جبال السروات، وللطائف شهرة تاريخية في إنتاج الفواكه والخضار من الأودية الخصبة حولها. وادي ليا أشهر أودية الطائف يستقبل جزءا من الأمطار المتجهة سيولا شرق السروات، وقد أنشئ سد قبل 20 عاما على هذا الوادي يحجز بحيرة من الماء تشكل والجبال المحيطة بها بيئة مثالية لقرود البابون. أما أشجار الطلح السائدة شرق السروات المنتشرة في بيئات المملكة المختلفة، فإن بعضها لم يستطع الهروب من الماء، بينما تنتشر بقية الأشجار على جوانب بحيرة السد التي تجتذب السحالي الجبلية والطيور المهاجرة. في الفجر أكثر من 300 قرد تتحرك من مواقع النوم المطلة على بحيرة سد وادي ليا متجهة إلى حديقة الردف. وهي تتحرك سريعاً للحصول على الغذاء من حاويات النفايات قبل أن يصل إليها عمال البلدية. تتحرك القرود في مسارات محددة يتبع فيها أفراد الأسر ذكورها السائدة، في حين يتحرك كامل القطيع إلى حديقة الردف، فإن المنافسة في سرعة الحركة تعني رغبة أشد للحصول على فرص أكبر من الغذاء، وفي هذه الأثناء قليلاً ما يقف القطيع لتناول غذائه من النباتات البرية.
لوحظ في هذه المجموعات ارتفاع في معدل الحركة قبل أي ارتفاع لمعدل التغذية أو الراحة، مما يعني وجود استراتيجية للحركة تعتمد على اختيار مواقع تغذية وراحة محددة. ربما أسهمت هذه الاستراتيجية في استمرار البابون في هذه البيئات شبه الجافة. في مواقع التغذية في حديقة الردف يقل السلوك الاجتماعي، إذ ينشغل الأفراد بالبحث عن الغذاء. وتصل نسبة التغذية المقدمة من الناس لبعض المجموعات المستأنسة إلى 15% من النشاط العام، بينما تنخفض لدى هذه المجموعات نسبة التغذية البرية إلى 3%. وفي الوقت الذي تقضي فيه مجموعات القرود في وادي ليا 34% من وقتها في الحركة، فإن 24% من الوقت ينقضي في التغذية و 20% في سلوك الراحة. بعد فترة التغذية السريعة صباحاً تتجه مجموعات القرود إلى الصخور المحيطة بالردف للراحة، وفي هذا الوقت تزداد السلوكيات الاجتماعية، إذ يصل معدل اللعب بين الصغار الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات إلى الذروة. وقد اتضح أن الصغار تقضي ثلث وقتها خارج أسرها مقارنة بالبالغين الذين يقضون عشر وقتهم خارج أسرهم. تمثل فترات التغذية فرصة نموذجية للصغار لممارسة سلوكيات اللعب، واللعب يتراوح بين حركات الوجه والمصارعة والتمرن على القتال والسلوك العدائي والخضوع والتفلية. وبينما يغير البالغين مواقعهم على الصخور متتبعين الظل لتخفيض حجم الفاقد من الماء في هذه البيئات الجافة، فإن طبيعة الصخور المجوفة في هذه المنطقة تساهم كثيراً في ممارسة القرود لهذه السلوكيات وتعطي ساحة نموذجية للعبة الشمس والظل هذه. وفي فترة الراحة يزداد السلوك الاجتماعي بين أفراد القرود، وهو غالباً ما يتم ممارسته داخل الأسر، فالتفلية والاتصال الجنسي نادراً ما يحدث خارج نطاق الأسرة، فهذه القرود متماسكة اجتماعياً بشكل يدعو للدهشة. ولكن للاكتظاظ فعله، إذ يزيد تسرب الإناث وترتفع نسبة الخيانات بين الإناث لذكورها، مما يدفع هذه الذكور للأمساك بذيولها، وتحديداً عندما تكون الإناث في فترات الشبق كل شهر. وسلوك شد الذيول هذا شائع لدى المجموعات المستأنسة التي تعاني من زيادة كبيرة في أعدادها، بينما يغيب هذا السلوك لدى المجموعات البرية. يتبع فريق البحث مجموعات القرود إلى مواقع نومها على أطراف البحيرة، وعليه أن يسلك المطارق الجبلية للوصول إلى القمة كي يتسنى له رؤية أفضل. هناك دلائل في الطريق على مرور القرود من هنا، فهي تتغذى على جذور نبات الشبرق أو القطف وتحفر للحصول على الجذور. كما تتغذى على القشريات والحشرات، وهذا ما تبقى من نطاط الحقل.
عند عودة مجموعات القرود إلى مواقع النوم تتغذى على النباتات البرية. رغم سلوكها طرقاً مختلفة إلا أنها جميعاً تؤدي للجروف المطلة على البحيرة. ينتشر في المملكة 17 نوعاً من أشجار الطلح من سواحل البحر وحتى قمم الجبال، وهي من العائلة البقولية، وقد تكيفت هذه الأشجار بشكل نموذجي على البيئات الجافة، فإذ تصغر أوراقها كثيراً لتقليل النتح فإن بعضها قد تحور لأشواك، ولكن لثمارها قيمة غذائية تجعلها المصدر الرئيسي لتغذية العديد من الحيوانات والطيور البرية إضافة للمواشي. أشجار الطلح تشكل سمة نباتية الأساسية للتنوع الخضري في معظم بيئات المملكة على اختلافها. ونظراً لسيادة أشجار الطلح في هذه البيئة فإنها تشكل الغذاء البري الرئيسي لمجموعات القرود، وفي إحدى الدراسات سجل تغذيه على الطلح بنسبة تزيد على 20% من التغذية البرية، وهو يتغذى على الأزهار والثمار والأوراق وحتى لحاء الأشجار، إذ تكثر المواد المغذية والأملاح المعدنية الصاعدة عبر اللحاء لأوراق النبات. وفي هذه المواقع البعيدة عن الاتصال بالناس وفي هذا الوقت يتجلى السلوك الاجتماعي من نشاط جنسي وسلوك تفلية، وهو سلوك سائد لدى هذه المجموعات وتصل نسبته إلى 13% من إجمالي السلوك. Female sitting feed acacia sac flowers. تؤخذ القراءات بشكل منتظم لمدة 5 دقائق كل 15 دقيقة على مدار ساعات النهار من شروق الشمس لغروبها، وذلك لمعرفة معدلات النشاط العام وتحديد مواقع النوم والتغذية والراحة وخطوط الحركة ونطاق التحرك ونسبة التغذية البشرية والبرية، وبالتالي إتاحة فهم أفضل لهذه المجموعات للحد من مشاكلها. وقد أثمر تحليل هذه النتائج عن فهم أعمق لاستراتيجية التحرك لمجموعات القرود. يتم رصد كافة السلوكيات الاجتماعية لدى مجموعات القرود أثناء إجراء المراقبات الحقلية، ويتم الاستعانة بالعلامات المثبتة على الأذان لتحديد الأفراد بشكل دقيق، مما يتيح نتائج أفضل لدراسة التركيب الاجتماعي ومعرفة مدى ثباته. ونظراً لمحدودية ألوان علامات الأذان فإنه يتم تثبيتها في الأذن اليمنى واليسرى حسب اختلاف الأفراد، وأحياناً يتم تثبيت لونين أو علامتين لتمييزها عن بعضها. فيما تسقط بعض العلامات كنتيجة حتمية للصراع بين الأفراد، فإن بعضها يستمر لعدة سنوات، مما يتيح مدى أطول للدراسات الحقلية. تمارس مجموعات القرود مزيداً من السلوكيات الاجتماعية في طريق عودتها لمواقع النوم.
تتميز الحركة الصباحية لمواقع التغذية بالسرعة، فإن الحركة المسائية في العودة لمواقع النوم تتم بصورة أبطأ، وتتوقف المجموعات خلالها إما للتغذية البرية أو ممارسة المزيد من السلوكيات الاجتماعية والتي توثق العلاقات بين أفراد الأسر وبين أفراد القطيع. تعطي هذه العلامات الملونة على الآذان قراءات دقيقة للعلاقات الاجتماعية داخل مجتمع القرود، مما يسبر أغوار التراتب الاجتماعي ومدى ثبات الأسر ونسبة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. يتابع فريق البحث صعوده لأعلى قمة في الجبال المطلة على بحيرة سد وادي ليا، وذلك لإتاحتها فرصة أفضل للإطلاع على كامل مواقع النوم لتسجيل الملاحظات في نهاية الرحلة اليومية لمجموعات القرود. هكذا يبدو المنظر من القمة، أشبه بلوحة أبدعتها يد فنان عظيم، إذ تمتزج فيها صفحة المياه الزرقاء لبحيرة السد بدكونة صخور الجبال وأشجارها. ووادي ليا الذي يقع جنوب الطائف ويستقبل الأمطار التي تهطل على قمم الشفا قبل أن تنتهي في الصحراء، تشكل بحيرته المحجوزة خلف السد مصدراً لتغذية الآبار ومنبعاً لأشهر أودية الطائف وأخصبها إنتاجاً للرمان الطائفي. والحركة الدؤوبة للقرود على الأرض تقابلها حركة للسحب في السماء يتم التحقق منها بالنواظير المقربة. قبل أن تودع الشمس قمم جبال السروات، تتدفق مجموعات القرود من كل حدب إلى مواقع النوم في الجروف المطلة على البحيرة، كما تصلها مجموعات أخرى من أعلى الجبال ومن ساحل البحيرة. سرعة مجموعات القرود في الوصول إلى مواقع النوم هي الفصل الأخير في سباقها مع الزمن، إذ أن حركتها التي تبدأ مع الشمس تنتهي بها أيضاً، وقبل حلول الظلام على هذه المجموعات أن تجد مواقعاً آمنة ومريحة لقضاء الليل. وفي لحظات الغروب وبعد رحلة العودة وقبل اختيار مواقع النوم، تشرب القرود من ماء البحيرة العذب. ولأن الانحدار شديد في بعض المواقع الصخرية على شاطئ البحيرة، تستخدم بعض القرود أفرع الأشجار الممتدة فوق صفحة الماء كجسر طبيعي للوصول إليه. لعل هذا الموقع هو أجمل مكان في جبال السروات يمكن أن يقدم صورة نموذجية لعاملين أساسيين للتوزيع الجغرافي لقرود البابون، وهما توفر مواقع النوم على الجروف الصخرية وتوفر الماء، وهذان العاملان غيبا البابون عن سواحل تهامة إلا ما ندر وعن الصحراء شرق جبال السروات. وفيما ينحدر قرص الشمس سريعا خلف قمم السرات، يبحث أفراد القرود عن مواقع آمنة وأكثر راحة في الجروف المطلة على البحيرة. هذه القرود التي تكشف الأبحاث العلمية الحقلية عن أسرار نجهلها في أصولها وروعة تنظيمها الاجتماعي وآليات تعاملها مع البيئة، لا زالت مخزناً للأسرار تحتاج لباحثين يجيدون الغوص خلف الحقائق للحصول على لؤلؤها.
قد يكون هذا وداع الشمس الأخير لقمم جبال السروات هذا النهار، ولكنها ستنحدر سريعاً نحو سواحل تهامة قبل أن يطفئ لهيبها البحر.